الله استر سبحانه. نبادر أولام الخلوات كثير كثير، ذنوب ذنوب في الخلوات كثير. لم يفضحنا، هل فضحنا الله؟ هل فضحنا؟ لا. قال ابن القيم: الله يسترنا ثم ينادينا ثم يغفر لنا ثم يحبنا ثم يبدل ذنوبنا إلى حسنات. ما أكرمك يا الله، سبحانك، ما أكرمك يا الله كريم، سبحان كريم كريم.